الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الكرام لقاؤنا في هذا اليوم المبارك سيكون عن أول سبب من أسباب زيادة الرزق ألا وهو التوكل على الله لأن الرزق ثمرة التوكل فأعيروني القلوب والأسماع جيدا لنستمع ونستفيد معا أحبتي الكرام ومتابعين الأعزاء اعلموا أن آجالنا محمودة وأرزاقنا مضمونة ولكن الله سبحانه وتعالى قدر الرزق لجميع خلقه وقدر له أسبابا قال حبيبنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وقال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ولما سمع الأعرابي هذه الآية الكريمة صاح وقال يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين وقال الحسن رحمه الله تعالى بلغني أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدقوا نعم أحبتي الكرام ما لنا نركض ونلهث خلف شيء مضمون قد ضمنه الذي لا يخلف الميعاد فما كتب الله لنا من الرزق فلن يفوت علينا حتى ولو كان تمرة واحدة أو فلسا واحدة فلا بد لنا من الحصول عليه ولكن علينا أيها الأحبة أن نتوكل على الخالق من قلوبنا وسيرزقنا من حيث لا ندري نعم نتوكل توكلا يقينيا حقيقيا فلو توكلنا عليه حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير كما قال حبيبنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لذلك أخي الحبيب توكل على الله تعالى وقوي العلاقة به والزم الطاعة والعبادة واعتمد عليه لأن المؤمن يعتمد بقلبه على ربه سبحانه وتعالى في جميع أموره ويثق بأن الله سيرزقه حتى ولو كان رزقه في قاع البحار العوامق كما قال الشاعر توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق فاللهم ارزقنا اليقين بك وحسن الاعتماد عليك وأتم علينا من فضلك وقونا برحمتك يا رحيم يا رحمن صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.